هقترح عليكم النهاردة مشروع جديد وفكرة جديدة. لو المشروع اللي فات عجبك والفيديو اللي فات عجبك، ما تنساش تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس. ولو انت عايز تسألني في اي حاجة، انا بسيب ارقام تليفوناتي واكتب لي في الكومنتات وبرد على كل واحد بالتفصيل. مشروعنا مش محتاج اي حاجة خالص غير متر في متر. المشروع بتاعنا محدش بيقدر يستغنى عنه خالص اليومين دول، وهي ماكينة طبعا استخراج الطحينة. ايه، هنتكلم النهاردة على 3 ماكينات بالتفصيل الشديد. هي عبارة عن في مكنة صغيرة ومكنة كبيرة والمكنة المتوسطة. هتتفرجوا على الفيديو معايا للنهاية وهشرح لكم كل حاجة بالتفصيل، ويا ريت ما تجريش الفيديو عشان تفهم كل حاجة بالظبط وتعرف ايه دراسة المشروع ماشية ازاي. طبعا المشروع هينفع زي ما بنزل في كل فيديو بقول لكم، المشروع ينفع للسيدات والرجال يعني، واي شباب وشباب كمان صغيرة، لان مش بيحتاج اي مجهود بدني او عمالة كتيرة، فانت ممكن تشتغل بيه او اي حد يشتغل فيه في البيت. وكمان حجم الماكينة صغير جدا، هي عبارة عن متر في متر، يعني مش هتاخد منك مساحة كبيرة. وزي ما اي اهم فيديو، اهم حاجة الناس كلها بتسألني في الفيديوهات بتاعتي في المشاريع بتاعتي، هي بتشتغل على الكهرباء 220 وما بتسحبش كهرباء كتير. يا جماعة انا بعرض فكرة مشروع او بعرض لكم مشروع، انا مش بجبرك اللي انت تشتغل فيه. انا بنبه تاني مرة وبدل مرة 100 مرة، لو هتسمع مني فكرة او تسمع مني مشروع اسأل فيه وافهم وابحث واعمل سيرش في كل حاجة وعلى جوجل، وافهم وجمع معلومات قبل ما تاخد اي خطوة في المشروع، لان انا غير مسؤول عن اي حد ينفذ الفكرة بدون دراسة جدول وبدون فهم وبدون استفسارات. نكمل المشروع بتاعنا ونكمل ايه الشرح عن الماكينة. مشروعنا بطريقة سهلة او بسهولة جدا اللي بيحصل، اللي انا بجيب السمسم من التجار اللي هم العطارين سياء. لو قريبين منك عايز تجيب كميات بتجيبها من التجار في الموسكي، عايز تجيب اقل وارخص وارخص لو الدنيا اشتغلت معاك كويس بتجيب من السودان. المشروع بتاعنا انت بتجيب السمسم يا اما متحمص يا اما مش متحمص. لو متحمص انت بتحطه في الماكينة على طول وبسهولة جدا بينزل من الماكينة طحين خام. لو مش متحمص انت بتبتدي تحطه عندك في اي فرن في البوتاجاز، فرن بلدي، اي حاجة بتحمصه على زي ما انت عايز تعمل بقى السمسم الطحينة الحمراء او الطحينة البيضاء على حسب التحميص بتاعك. اول ميزه معانا في المشروع يا جماعه طبعا ان الطحينه بتاعتنا بتقعد صلاحيه 4 سنين بدون اي مواد حافظه، وبالعكس كل ما بتقعد كل ما تبقى احسن، وكل ما بتقعد كل بيبقى ليها مذاق احسن. وديت اكبر ميزه في المشروع بتاعنا، ان انت مش هتبقى هامم شايل هم حته التوزيع بسرعه قبل ما الحاجه تبوظ عندك، لا يعني ديت حاجه كويسه جدا. والطحينه كل ما بتقعد كل ما سعرها بيبقى اغلى. طبعا انت لو الطحينة بتاعتك ابتديت تنزل في الكيلو جنيه واحد بس بتفرق، والسوق بيجري ورا الحاجات القليل جدا. يبقى اول ميزة معانا زي ما قلت لك ايه الصلاحية بتاعتها 4 سنين. تاني حاجة زي ما قلت لك لازم تروج السعر بتاعك شوية، يعني انت تنزل جنيه في الكيلو ادينا هتشتغل معاك كويس جدا. تاني حاجة هتروح تجيب البرطمانات اللي هي ايه الربع والنص والكيلو، تمام؟ يبقى عندك سايب وعندك ربع وعندك نص وعندك كيلو، وتبتدي تغلف وتبتدي تعمل لنفسك شركة مصغرة او خط انتاج لنفسك. لو انت عندك محل عطارة ده ينفع كويس جدا، ان انت تعمل طحينة للزبون قدامه فريش زي مصنع البن قدامه بيتحلوا البن فريش. فديت ميزة من مميزات المشروع. طبعا ميزة المشروع بتاعنا ان هو بيسوق نفسه بنفسه. هتقولي ازاي انت بتقولي بيسوق نفسه بنفسه؟ اهم حاجة عشان تشتغل في المشروع ده كويس جدا تجيب نوعية سمسم نظيفة وعالية، تمام يا جماعة؟ ويبتدي بقى توزع على المطاعم، على السوبر ماركت، على مطاعم الاكل طبعا، وبتبتدي تقول لهم تشرح لهم الفكرة بتاعتك او تشرح لهم الجودة بتاعت الطحينة بتاعتك وبيفهموها، وزي ما قلت لك تظبط السعر فيها كمان. لكن عندنا بتشتغل بيها بدون اي اضافات تانية، هو سمسم فقط بينزل معانا طحينة. طبعا انت بتشتغل في الاول على مكنة صغيرة، الدنيا بقت معاك كويسة، بتجيب المكنة الكبيرة بتبتدي تعمل لنفسك لوجو اسم وتقدر تسجله وتعمل علامة تجارية لنفسك ان شاء الله، والناس كلها تكبر ان شاء الله.
هنتكلم طبعا النهارده على الماكينه يا جماعه. الماكينه في منها اكتر من نوع واكتر من موديل، انت بتحكم نفسك او بتحكم على الشغل اللي انت هتشتغل بيه من ناحيه الطلبيه او الطلب عليها، فانت اللي تحكم عايز مكنه باي حجم، صغيره او كبيره او وسط، فانت اللي شغلك بيحكم. هنتكلم النهارده طبعا عن المكنه الصغيره اللي بتشتغل على 220 فولت، وفي منها برضو نوع تاني بيشتغل على كهرباء 3 فاز. المكنه ليها حنفيه لصب الطحينه منها، الماكينه فيها مضخات بتعمل على تبريد الطحينه وعن طريق الميه. طبعا الماكينه بتنتج معانا معدل 25 كيلو في الساعه، ودي حاجه كويسه جدا. كميه الانتاج بتاعها 25 كيلو في الساعه. طبعا انت لو هتشتغل طبعا مش هقول لك 8 ساعات، هتعمل لك حوالي 200 كيلو في اليوم، او لو انت قسمت اليوم ممكن تعمل لك 100 كيلو في اليوم. طبعا الماكينه متصنعه يا جماعه من خامه الستانلستين اللي هو 304، اللي هو ستانلستين غذائي المصرح به في المواد الغذائيه وصناعه المواد الغذائيه. سمك حوالي 6 مللي. طبعا هسيب الاستاذ عبد الله المستورد للماكينه طبعا والمورد كمان ليها، هسيب له يشرح لكم الفيديو بالتفصيل جدا وبالتفصيل الممل، وهو راجل شخصيه محترمه جدا. هسيب لكم ارقام التواصل معاه والعناوين بتاعته في صندوق الوصف، وان شاء الله هتلاقي ارقام تليفوناته كمان في اول كومنت. ولو اي حد حابب بيستفسر عن اي حاجه بالتفصيل يكلمني او يبعت لي على رسائل الصفحه او يكتب لي في كومنتات، وانا ان شاء الله هرد عليه. وربنا يا رب يوفق الجميع. لو الفيديو ان شاء الله دوت عجبك ما تنساش تدعمني بلايك وتكتب لي كومنت، ولو ما عجبكش برضو ما تنساش تدعمني بلايك عشان يعجب غيرك. ولو المشروع ده ما عرفتش تستفاد منه حاول تعمل لي كومنت وتكتب لي لايك عشان غيرك يستفاد منه. يا رب يوفق الجميع، وتحياتي للجميع. عليكم ورحمة الله وبركاته. مكنة طحينة السمسم ثلاثة رؤوس، رأس خشن زائد رأسين لتنعيم الطحينة. المكنة مزودة بساعات لضبط عيار الرأس على حسب السمكة المطلوبة بالنسبة لرأسين التنعيم. المكنة أيضا مزودة بنظام المضخة لإخراجها لخزان خارجي، الحجر 18 سنتي أو 24. الموتورة 7.5 كيلو وات لكل محرك، فيها ثلاث محركات مع مضخة، 7.5 كيلو وات لكل محرك وواحد حصان للمضخة. الإنتاجية تتراوح من 280 إلى 300 كيلو في الساعة. ماكينة 50 كيلو في الساعة، نظام انفلترات، خزن التعبئة، مضخة إعادة طحن. مكان إنتاج طحينة السمسم، الحجم الصغير، إنتاجية 25 كيلو في الساعة. في لها ثلاث ميزات: نظام تبريد ونظام تعبئة ونظام إعادة الطحن أو بدون هذا النظام على حسب الطلب يكون الترتيب. ماكينة للمشاريع الصغيرة، تعتبر مشروع ناجح كبداية مشروع صغير. الكهرباء مناسبة للمشاريع الصغيرة 220، وبالإمكان التعديل إلى 380. المكن ستان ستيل 304، صناعة من داخل تركيا. خزنة 49 كيلو. هنا نظام التبريد على الماء للمكن.